رحلة في الكون. الأرض التي نعيش عليها، والشمس التي تمنحنا الحرارة، والقمر الذي يضيء ليالينا، والنجوم التي تزين سماءنا، والفضاء الفسيح الواسع، كل ذلك يسمى بالكون. يا له من كون كبير! لنعطي مثالا لذلك. هكذا، قد تظنون أن المسافة بين طرفي مدينتكم طويلة جدا، وقد يكون بعضكم قد قام برحلة في الدولة التي يعيش فيها من شرقها إلى غربها، وشهد المساحات الشاسعة. قد يكون أحدكم قام بالسياحة من بلده إلى دولة بعيدة جدا، ولكن يجب ألا تنسوا هذا الأمر، فحتى وإن تجولتم العالم كله فلن تكفي أي مسافة على وجه الأرض لإدراك عظمة الكون. فما كرتنا الأرضية في الكون إلا كحبة رمل في صحراء واسعة. ترى كيف تشكل هذا الكون الهائل؟ الكون لم يكن موجودا في وقت من الأوقات، كان الناس في الماضي لا يعرفون عن الفضاء إلا القليل، والوسائل اللازمة للبحث في الفضاء كانت بدائية. ولهذا وجدت أفكار بعيدة عن الحقيقة في موضوع نشوء الكون، وأكثر الأفكار بعداً عن الحقيقة تعتقد بأزلية الكون. أي قبل أن يدقق في شأن الفضاء بشكل كاف، كان بعض الجهلاء يقولون بأن الكون ليس له بداية، بل كان موجوداً دائماً منذ الأزل. يا لهذا السخف! أليس كذلك أيها الأصدقاء؟ نعم، الإدعاء أن الكون ليس له بداية كلام غير معقول. بيوتنا ومدرستنا لها تاريخ إنشاء، أمهاتنا وآباؤنا، ولكل واحد منا تاريخ ميلاد، أي كل شيء يحدث بتاريخ معين، سواء كان حيا أو جمادا. للكون أيضا بداية، وهذا يدلنا على الخالق العظيم ذي القدرة المطلقة الذي خلق هذا الكون من العدم. إنه خالقنا نحن الناس وجميع الكائنات الأخرى، الله تعالى. لحظة خلق الكون. من الذين أثبتوا بالمشاهدة أن للكون بداية خلق فيها العالم الفلكي إدوين هابل. كان لهابل مرصد عملاق. أثناء مراقبته السماء بمرصده الضخم في عام 1929 لاحظ تحرك النجوم. لم تكن هذه الحركات عادية، لأن النجوم كانت تبتعد عن بعضها بعضا باستمرار، ورأى كل ما في هذا الكون يبتعد عن بعضه.
واستنتج من ذلك أن الكون يتوسع باستمرار تماما كما يتوسع البالون عندما ينتفخ. النجوم تبتعد عن بعضها باستمرار، وهذا يدل على أنها كانت مجتمعة مع بعضها في البداية. ألا تودون معرفة كيف حصل ذلك؟ لو رجع الزمان تدريجيا إلى الوراء لرأينا كيف أن النجوم تتقارب من بعضها، ويستمر هذا التراجع إلى أن يجتمع الكون كله في نقطة واحدة. لو رجعنا بعد ذلك قليلا إلى الخلف ستنعدم هذه النقطة أيضا. العلماء الذين انطلقوا من هذا المنطلق حسبوا أنه قبل 15 مليار سنة تقريبا كانت جميع مادة الكون مضغوطة في نقطة صغيرة بحجم رأس الدبوس. ترى كيف بدأت هذه النقطة الصغيرة فجأة بالتوسع؟ لنشاهد ذلك فيما يأتي. بيك بانج، الانفجار الكبير. خلق الله الكون قبل مليارات السنين من انفجار نقطة صغيرة. نشأ من الانفجار قطع، انتشرت هذه القطع وتناثرت، وظهرت بداية الكون وتشكلت الأجرام السماوية الموجودة فيه. هذا الانفجار الذي كان بداية لخلق الكون بيك بانج، أي الانفجار الكبير. ولكننا نلاحظ هنا سرا عجيبا، الانفجارات دائما تخرب كل ما يحيط بها. على سبيل المثال انفجار البراكين، انفجار كهذا يخرب كل ما هو موجود، تتهدم المنازل وتقتلع الأشجار. الانفجار الكبير الذي أطلق عليه اسم بيك بانج، وهو انفجار أقوى بكثير من انفجار مليارات البراكين، ومع ذلك وعلى عكس الانفجارات الأخرى تماما تشكل هذا الكون الرتيب نتيجة هذا الانفجار. أرضنا التي صممت لنا بإتقان ما بعده إتقان كانت من نتائج هذا الانفجار العظيم. حسناً، كيف يمكن أن يتكون هذا النظام الرائع بعد الانفجار العظيم؟ شيء مدهش، أليس كذلك؟ جواب هذا السؤال سهل جداً. الذي خلق الكون هو الله تعالى، وطبعاً الذي قدر النظام الرائع في الكون أيضاً هو الله تعالى. والنظام في الكون دليل على علم الله تعالى وقدرته المطلقة وتصرفه الحكيم. يبين الله تعالى هذا في كتابه الحكيم بقوله: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. المجموعة الشمسية. مجموعتنا الشمسية تتكون من الشمس وتسعة كواكب وواحد وستين قمرا تابعا لها. وفي الفراغ الذي بين هذه الكواكب مذنبات وشهب. والشمس هي أكبر هذه الأجرام السماوية، فهي مركز المجموعة الشمسية. هذه الكواكب التسعة هي جزء من المجموعة الشمسية، تدور حول نفسها
وحول الشمس بشكل متسلسل وباستمرار لنتابع من أقرب الكواكب إلى الشمس بالترتيب إلى أبعدها.